ندعو جماهير شعبنا المصري العظيم إلى الاستمرار في النزول وتمهل الجميع 48 ساعة إذا لم تتحقق مطالب الشعب، فسوف يكون لزاما عليها أن تعلن عن خارطة مستقبل. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم. كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ في عجالة سريعة لإنعاش الذاكرة، بداية الأحداث، خطاب الرئيس مرسي يوم الأربعاء يوم 26 يونيو الذي طرح فيه رؤيته، بعد ذلك بدأت مظاهرات التأييد من قبل أنصاره مستبقة مظاهرات يوم 30 يونيو، ثم جاءت مظاهرات 30 يونيو التاريخية التي عرفت بأنها أكبر مظاهرة شعبية في التاريخ المعاصر، ثم جاء بيان حركة تمرد الذي يعطي مهلة للرئيس مساء أمس حتى يوم الثلاثاء الساعة 5، ثم بيان القوات المسلحة اللي كان يوم الثلاث الذي يعطي مهلة حتى يوم الأربعاء، ثم بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم مؤيدا بيان القوات المسلحة ومذكرا الجميع بأنه وزارة الداخلية لم ولن تطلق النار على المتظاهرين وستكون دائما مع التظاهر السلمي ومع الشعب المصري، ودعمت بيان القوات المسلحة الذي صدر قبلها بعدة ساعات، بيان حركة تمرد الذي يؤيد بيان القوات المسلحة، ثم جاء بيان الائتلاف أو التيارات الدينية أو الإسلامية الذي قيل فيه منذ عدة دقائق رفض بيان القوات المسلحة، وأيضا الدعوة إلى التجمع عند مسجد رابعة العدوية، وأيضا النزول إلى الميادين العامة من أجل الدفاع عن الشرعية. لمناقشة قضية اليوم يشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو من على اليسار الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان والمفكر الكبير. مساء الخير دكتور سعد، احنا سعداء لوجود حضرتك معنا، معلش مأخرينك في السهر بس ده معاد البرنامج. أيضا يشرفنا يكون معنا الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وسعادة اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية. مساء الخير لكم الاثنين. يمكن قبل ما نبدأ أي حاجة عايزين نتوجه إلى مسجد رابعة العدوية حتى نعرف بالضبط ما هي الصورة هناك. الأخ محمد علي من مسجد رابعة العدوية، احنا الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي طبعا دي مش من رابعة العدوية، دي من المحلة. الآن في نوع من الاشتباكات، هنحاول نعرف بالضبط ما سببها وبين مين ومين، لكن نعود الآن إلى مسجد رابعة العدوية حتى نعرف الصورة. الأستاذ محمد علي الصحفي بموقع إخوان أونلاين، مساء الخير، السلام عليكم، أهلا بحضرتك. سيدي، تقدر توصف لي بالضبط رد الفعل بالنسبة للبيان الذي تمت تلاوته منذ دقائق من ائتلاف أو تحالف الدفاع عن الشرعية الممثل للقوى الإسلامية؟ ايوه حضرتك سمعني استاذ محمد. الو حضرتك سمعني ولا مش سمعني؟ واضح ان مش سمعني. الى ان يتحسن الخط لو سمحتم نتوجه الان الى الجهة الاخرى المقابلة وهي الاتحادية، اذا كان عندنا تليفون في الاتحادية مع الأستاذ عبدو زينة زميلنا الصحفي. طيب إيه اللي في المحلة؟ نعود نكلم الأستاذ محمد سلامة مراسل السي بي سي في المحل. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ عماد، إزي حضرتك؟ الله يخليك. إيه الصور اللي قدامنا دي دلوقتي حالا؟ هو يعني منذ قليل كان حدث كده مسابقة بسيطة في امام المنصه اللي قام في ميدان الشون بالمحله،
على إثرها قام المتظاهرين بسحب أحد المتظاهرين، وكان في بنت أيضا في وسط المتظاهرين كانوا بيحاولوا إن هم يصدوهم خارج المظاهرات خالص، لكن يعني راح وراهم عدد كبير من المتظاهرين وقاموا بإدخالهم إلى مدخل العمارة الموجودة. بعد ذلك حاول المتظاهرين ان هم يروحوا مره اخرى علشان يعرفوا ايه السبب او ايه المشكله اللي حصلت، لكن يعني اهالي المنطقه حاولوا ان هم يبعدوا المتظاهرين عن مدخل العماره علشان محدش يتاذي من اصحاب المشكله او المتسببين في تلك المشكله. بعد كده جاءت قوه من الامن المركزي. يعني اللي احنا شايفينه ده مش خلاف سياسي، ده خلاف شارع سياسي. ده خلاف شارع عادي جدا، مشكلة صغيرة كانت حصلت. بعد كده المتظاهرين يعني جمعوا مرة واحدة، خافوا ان هي تكون خلاف سياسي. طب السؤال هل سمعت انه الدعوة اللي هي جت من مسجد ربع العدوية بحيث انه ينزل ممثلين طيار الاسلام السياسي الى الشوارع، هل دي كان لها اثار عندكم في المحلة؟ لا، حتى الان لم يظهر اي من مؤيدي الرئيس في تظاهرات المحلة منذ بدايتها. حتى الان معارضين الرئيس فقط هم من يتظاهرون في ميدان الشون، يمكن شوارع المحلة البعيدة عن التظاهرات شبه فاضية او شبه خالية من المواطنين، لان اغلب مواطنين مدينة المحلة متواجدين في مدينة الشون. طيب. في ميدان الشون. استاذ محمد شكرا لحضرتك، يا ريت نقدر نكون متوجهين. الأستاذ عبدو زينة مدير تحرير جريدة الوطن هو موجود أمام الاتحادية. مساء الخير أستاذ عبدو. مساء الخير أستاذ عماد. تقدر تقولي بالضبط تقريبا وضع أعداد المتظاهرين أو المؤيدين الموجودين أمام الاتحادية، بمعنى المؤيدين لحركة التمرد؟ انا اقدر اقول لحضرتك بالوصف اللي وصف النهارده به اعداد المتظاهرين امام الاتحاديه بانه تسونامي مصري جديد لم يعرفه احد من قبل. اليوم تغير الشعار امام الاتحاديه بعد بيان الجيش وبيان الشرطه الذي اكد وتضامن مع بيان الجيش، واطلق الشعار الجيش والشرطه والشعب ايد واحده. النهاردة الناس كانت تتحدث أمام الاتحادية عن أن مرسي قد سقط، ويتحدثون عن عملية الخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين. اعتبر المتظاهرون اليوم والثوار أن بيان الجيش بمثابة إعلان رسمي لسقوط نظام مرسي وإخوانه، وأكد البيان أن هذا البيان مع الشعب وانحاز إلى الشعب، وليس كما فسره بعض القيادات المنتمين للتيار الإسلامي بأنه مع الشرعية، لأن المتظاهرين أمام الاتحادية يعتبرون أن الشرعية في الميدان، الشرعية هي شرعية ثورية ولم تعد شرعية حكم مرسي على الإطلاق. لم نكن نظن أن اليوم ستكون الأعداد المتواجدة أمام الاتحادية بهذا العدد، لأنه لم يتم الدعوة إلى مسيرات أو إلى التواجد سوى المعتصمين منذ أمس. طيب أستاذ عبدو، في نسبة كبيرة هتعتصم قدام الاتحادية الليلة دي؟ بالفعل أنا عايز أقول لحضرتك أن عدد الخيام يعني تضاعف عشرات المرات، وأغلق تماما أحد فرعي شارع المرغني أمام قصر الاتحادية، وأعلن كل المتواجدون أو معظمهم الاعتصام بنية التوجه بمسيرة حاشدة غدا إلى قصر القبة لإسقاط الرئيس مرسي ونظام الإخوان. طب السؤال، هل بلغ المتظاهرين عند الاتحادية البيان أو نص البيان الذي جاء من ربع العدوية لتحالف الدفاع عن الشرعية الذي يمثل الطائرات الإسلامية، الذي جاء فيه رفض بيان القوات المسلحة ودعوة كافة أنصارهم إلى التجمع عند ربع العدوية والبدء في تحريك مسيرات على مستوى الجمهورية كلها؟ يعني حتى هذه اللحظة لم يصلهم البيان التفصيلي كما ذكرته حضرتك الآن، ولكن تواردت لهم معلومات يعني متواترة من هنا أو من هناك
أن القوى الإسلامية تعتزم الاحتشاد والنزول بكرة الغد في الشوارع، وهذا كان له أثر إيجابي شديد على المتظاهرين أمام الاتحادية، ودعوهم إلى النزول إذا كانوا قادرين على التواجد والحشد مثلما فعل المتظاهرون أمس، ليظهروا أمام العالم وأمام المصريين قوة التيار الإسلامي الذي يتحدث عن الشرعية أمام القوة المنفية والشعبية والثورية التي تتحدث عن شرعية الثورة. هل هناك تخوف من عنف أستاذ عبده؟ التوقع شيء والتخوف شيء آخر. ربما يكون هناك توقع بمصادمات، ولكن هذا لم ولن يخيف المتواجدين أمام الاتحادية الذين قرروا المبيت مجددا والتوجه مجددا إلى قصر القبة مهما كان الاحتشاد الذي سيكون من الطرف المنتمي للتيار الإسلامي. شكرا أستاذ عبدو زينة، مدير تحرير جريدة الوطن من الاتحادية. في دلوقتي اشتباكات ما بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي أمام مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر. هذه آخر الأخبار، هذا ما يحدث الآن بينما نحن نتحدث. طبعا كان نفسي أن أنا دائما أقول لكم أخبار لطيفة، لكن الأخبار صعبة. أبتدي أسأل الدكتور سعد الدين إبراهيم. سيدي، كيف قرأت اليوم بيان القوات المسلحة وبيان الشرطة إذا أجملتهم الاثنين في بيان واحد؟ يعني أولا البيان القوات المسلحة ثم بيان نادي الشرطة وقوات الشرطة بيضع لبنة إضافية في اصطفاف الشعب تقريبا كله في مواجهة الإخوان المسلمين. يعني بنتكلم عن 75% من الرأي العام في مواجهة الإسلاميين ومن يواليهم، وهم لا يتجاوزون 25%. وحجم المظاهرات سواء أمام في التحرير أو أمام مسجد رابعة العدوية برضو بيدل على ذلك. ناهيك عن مظاهرات الأخرى في كل مدن الجمهورية اللي عددها كلها ومعظمها في الواقع إن لم يكن كلها هي تأييد لصور التحرير، تأييد للجيش وللشرطة. فإحنا إذن مش بصدد انقسام، ولكن اصطفاف 75 في ناحية و25 في ناحية تانية. طب دول لو 75 و25، هل هناك صيغة ممكن الطرفين دول يتعايشوا مع بعض؟ طبعا ممكن إذا تخلى الإخوان المسلمون ومن يواليهم عن عنادهم. إذا وهنا دي المسؤولية التاريخية عليهم. طيب ال 48 ساعة اللي جاية هتشوف فيها الإذا دي ممكنة؟ والله أنا أتمنى ذلك، أتمنى أن تتغلب الحكمة على العناد والمراوغة، لأنه الساعة بتمضي بسرعة جدا، وبالتالي الإخوان المسلمين أرجو أن يكونوا قد تعلموا من الدروس، درس 54، درس 66، دروس عديدة عدم تعلمه منها جر عليهم وعلى أهاليهم وعلى أنصارهم البلاء، وسيجر هذه المرة على مصر كلها. حضرتك يعني قريب من كثير من قيادات جماعة الإخوان. نعم. حسب فهم حضرتك لمدرسة التفكير اللي بينتمي إليها مكتب الإرشاد والمدرسة الفكرية والمدرسة العمرية اللي هم منها، لو هم قاعدين مجتمعين دلوقتي وأمامهم البيان بتاع القوات المسلحة وبيستقرئوا الوضع اللي هو موجود، هل تعتقد أنهم يكونوا أميل إلى فكرة إيجاد طريقة للتسوية أم للمواجهة، أم يراوغوا بشكل يبدو وكأنه تسوية لكنه ليس بتسوية؟ للأسف المراوغة، لأن المواجهة عقلائهم وكبارهم يعرفون أنهم سيكونوا الخاسرين فيها، وبالتالي يريدون شراء الوقت. ده يعني تخميني، وطبعا الزملاء في هذه الليلة أكيد عندهم اجتهادات ونحب نسمعها أيضا. طيب. لكن تخميني إلى الآن
أنهم سيراوغون. المراوغة هي الأساس عند مكتب الإرشاد الحالي. سيادة اللواء سامح سيف، دلوقتي تفتكر تحت أي ظروف كتب بيان القوات المسلحة، البيان رقم 1 من القيادة العامة؟ هنرجع شوية لورا، عندما يوم الأحد 23 الفريق أول سيسي شخصيا كان في زيارة لإحدى الوحدات العسكرية، وقال الكلمة بتاعته، وقال فيها أن احنا قدامنا أسبوع من الحد للحد 30، وكان يأمل أن يتم عمل مبادرة للحوار بين الأطراف، وتقوم مؤسسة الرئاسة بتقديم أيا كان نوع التنازلات أو أيا كان نوع العرض الذي تقدمه للمعارضة حتى يمكن إيقاف المظاهرات التي اندلعت يوم 30. وقال احنا قدامنا 7 أيام وياريت نستخدم هذه الساعة. في ذلك الوقت على أعتقد هذا أن القوات المسلحة كانت عاملة أيضا البلان بي، ما هو إذا ما تم إذا لم يتم الحوار وانتهت مدة 7 أيام ماذا بعد؟ ماذا بعد هو اللي احنا فيه حاليا، اللي هو البيان بتاع النهاردة. أتصور أن هذا كان استمرارا للعرض الأول للقوات المسلحة بمحاولة الوصول إلى نتيجة في 7 أيام الأولى التي سبقت 30 يونيو. إذن ما حدث اليوم ليس وليد الساعة. طيب إذا كانوا هم بنفس طريقة التفكير العلمية بتاعت إدارة الحروب، إنه إذا أنت خدت قرار ألف عليك أن تتوقع رد الفعل باء، فإذا تصرفت قدام باء هيجي السلوك جيم، وهكذا كل فعل له رد فعل، كل فعل له رد فعل. إذا افترضنا إن هم متوقعين إنه في 48 ساعة لازم هيجي لهم رد فيه، إذا جالهم 1 من 5 6 ردود متخيلة أو مفترضة، هل هم مستعدين للتعامل مع كل رد من الردود؟ خليني برضو يعني أقول لحضرتك، وهذا ليس سرا أيضا أن أقوله، على حد علمي أن هناك سيناريوهات مختلفة قد وضعت بحلولها أمام القوات المسلحة في غرفة العمليات للفترة اللاحقة لل 48 ساعة أو خلال فترة ال 48 ساعة. يعني إذا كان حدثت بعض السيناريوهات التي يمكن أن تحدث خلال ال 48 ساعة المهلة التي تنتهي يوم الأربعاء الساعة 5 بعد الظهر، يوم الأربعاء الساعة 5 بعد الظهر تنتهي المهلة بتاعة ال 48 ساعة. خلال الفترة دي حتى الساعة 5 إذا ما حدث بعض الاحتمالات، هذه الاحتمالات موجود حلولها وكيف يتم مواجهتها بوضوح شديد. إذا عدينا فترة 48 ساعة ولم يحدث فيها أي شيء، هناك أيضا أطروحات أخرى أو احتمالات أخرى أو سيناريوهات أخرى عديدة ومتعددة محطوطة أمام صانع القرار العسكري، ويضع أمامها أيضا حلولها وكيفية مجابهتها. فأنا عايز أطمن الناس والمسادة المشاهدين إن هو ما تخافش، كل شيء محسوب ومحسوب بدقة شديدة، والحلول موجودة لدى الطرف العسكري الذي بادر بهذه المبادرة. طيب إحنا لما بنقول إنه الفريق السيسي واللواء صدقي صبحي، الفريق صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان والقيادة العامة كلهم موجودين في غرفة عمليات، ايه اللي بيحصل بالظبط في غرفة العمليات دي؟ كل ما يحدث على ارض الواقع في كافة المحافظات بيتم ابلاغه فورا الى غرفة العمليات لتدوينه على الخرائط الموجودة بالاحتمالات كاملة لها وكيفية مجابهتها ومتابعتها دقيقة بدقيقة. يضاف الى ذلك المعلومات التي تصل من مصادر المعلومات المختلفة واجهزة جمع المعلومات المختلفة، تصل ايضا لغرفة العمليات وتوضع امام يعني أي تحريك لمظاهرات أو لأفراد بكميات كبيرة أو لسيارات بكميات كبيرة أو الكلام ده كله بيبقى ظاهر عندهم؟ لا، لو مشاجرة بين فردين وموجودة في شارع وتم يعني معاينتها أو تم ملاحظتها، خلينا أقول كده، بتبلغ على مستوى المشاجرة. إذن يبقى من ناحية المعلومات أو الاستطلاع أو المخابرات، المعلومات كاملة دقيقة بدقيقة موجودة عندهم في غرفة العمليات. ده صحيح. يبقى إذا هناك تحركات قد تبدو مضادة لمتظاهرين أو لمنشآت أو لشرطة أو للقوات المسلحة، فهذا أمر ممكن أن يكون فيه إنذار مبكر ورصده بشكل مبكر. لا، هصلح الجملة الأخيرة. مش ممكن،
هناك أمر متابع بدقة لأي حركة وليس من الممكن متابعته زي ما سيادتك تفضلت. أنا بس أشيل ممكن وبقيت الجملة مظبوطة. طيب. ولما يكون القوات في حالة استنفار قصوى زي ما قيل الآن يبقى حالة الاستطلاع وحالة جمع المعلومات في أعلى درجات. وبتبدأ قبل الاستنفار. طب. يعني إذا كان درجات يعني حطينا درجة استعداد قصوى بيسبقها بفترة طويلة رفع درجات الاستعداد القصوى لجمع المعلومات. يبقى إذن عنصر المفاجأة غير موجود. غير موجود. على الإطلاق. ممكن يحصل تصعيد يجرى دماء يجرى مصادمات لكن بالزبط. عنصر مفاجأة لا. محسوب في الزمن ده. محسوب في الأيام اللي احنا فيها. محسوب بدقة ومحسوب للأسوأ. يعني إذا كان دايما افتراض في الموضوعات الأمنية وموضوعات المتابعة إنك تصل إلى أسوأ حد. طيب. يعني إيه الافتراض دائما للأسوأ جدا حتى تمكن مجابهته. في كلام أو معلومات إنه من يقال إنه من الحدود غالبا من سيناء هناك ممكن في خلال ساعات لأنه ده بقالهم يوم أو يومين متواجدين هناك قوى مسلحة غير مصرية تريد الدخول إلى أو عبور ضفة قناة السويس والدخول إلى العاصمة. هل دي معلومات أم شائعات؟ موجودة من مدة طويلة ومتابعة بدقة وقيل أيضا أن حصل بعض التسربات لبعض العناصر جت من قطاع غزة عبر الأنفاق إلى سيناء ومختبئين في سيناء. هذا كله متابع ومتابعة دقيقة. مش بس كده عايز أقول لحضرتك أكتر من هذا أن المنافذ المؤدية من سيناء إلى غرب القناة يعني إلى المدن الساحلية الموجودة على غرب القناة يعني بورسعيد الأنطرة إسماعيلية السويس إلى آخره هذه منافذ عليها القوات المسلحة وأعتقد اللي بيعبر حاليا من أهالي سيناء أو خلافه هيجد أن هناك متابعة دقيقة للغاية سواء كانت. طب يبقى سيدي لما اتقال في البيان أن الأمن القومي في خطر ده يمكن جزء منه جزء من الخطط والاحتمالات القادمة وليست الحالية. أي. يعني ما هو قادم محطوط زي ما قلت لك باستمرار الأسوأ جدا هو اللي بيوضع عليه الاعتبارات والخطط. فهو هنا حتة الأمن القومي دي اعتبارية مش للوضع الحالي إنه هو سيء جدا ولكن الوضع ما هو يمكن أن يجيء. دكتور عم بفهمك كأستاذ علوم سياسية كيف يمكن أنه العقلية الغربية يعني السفارات الأجنبية حينما تتلقف بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعده بيان نادي ضباط الشرطة كيف يفسروه بمنظور ثقافتهم هم لأنه عادة الجيش ما بيطلعش بيانات في شؤون داخلية في دول غربية بالتأكيد سيفسر باعتباره بمثابة الانحياز من جانب القوات المسلحة ومن جانب هيئة الشرطة إلى قطاع شعبي عريض عبر عن مطلب واضح هو الانتخابات الرئاسية المبكرة وبصورة سلمية وقطاع شعبي عريض كما أشرت أنت عماد في المقدمة خرج بالأمس في تظاهرات ومسيرات غير مسبوقة في التاريخ المصري في تاريخ الشرق الأوسط والبعض بيقول في تاريخ البشرية ككل هذه أكبر مظاهرة شعبية في التاريخ المعروف أنت إذن أمام مؤسستين القوات المسلحة والشرطة بينحاز إلى هذا القطاع الشعبي العريض وبصيغة أعتقد أنها محكمة على مستويين وأنا يعني أريد الدخول في صلب هذا الموضوع فضل. المستوى الأول للإحكام هو أن الجيش بيتحدث بصورة واضحة أنه لا يريد أن يحكم وهذا أمر هام جدا أن نركز عليه الأمر ليس بدخول أو بعودة إلى السياسة ولكن انحياز لمطلع الشعبي هو انتخابات رئاسية مبكرة هنا الإحكام القوات المسلحة لا تريد أن تحكم هي تريد أن تتحقق المطالب الشعبية هي تحميها هي ترعاها هي تتعاطف معها تنحاز إليها هذا أمر هام جدا وأعتقد جزء من هذا أيضا إدراك حقيقة ما مررنا به في مصر خلال العامين ونصف الماضيين بما في ذلك فترة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذن لا عودة لهذه الإدارة بالشكل الذي كان معنا بعد 11 فبراير 2011 وحتى 1 يوليو إن هو 2012 أول بند في البيان وضح القصة أنه لا رغبة للقوات المسلحة أن تكون رغبة في الحكم أو في دائرة السياسة وهذا أمر هام ومستوى جيد من الإحكام لا يعني, هو ابتدى من الأول طبعا بالأول أي مخاوف أو أي شبهات هو بيقول لك من الأول
انا مش عايز اكون طرف في اللعبه دي. وهو استجابه للخبره المصريه خلال العامين ونصف الخبره السابقه خلال العامين ونصف الماضيين او تحديدا من 11 فبراير 2011 الى 1 يوليو 2012. مستوى الاحكام وهنا مستوى الاحكام الاول هذا ايضا جيد، لان نحن يعني بالتاكيد نحن هنا القطاعات الشعبية الواسعة تبحث عن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، والجيش يطمئن أن المسألة لا علاقة لها بالانقلاب على هذه الدولة، بل بتسهيل بنائها بإعادة المسارات إلى نصابها بعد فترة أعتقد صعبة جدا. مستوى الإحكام الثاني وهو جيد أيضا في صياغة البيان هو التعبير عن المطالب الشعبية بصيغة سياسية ما زالت تخاطب الأطراف السياسية للبحث عن مخرج. يعني التفضيل، وأنا أعتقد تفضيل كل عاقل في مصر، هو كما أشار الدكتور سعد أن يتم بدرجة من الوضوح وبدون مراوغة أن يتم من جانب من يحكم جماعة الإخوان المسلمين رئيس المنتخب أن يتم التعامل مع المطالب الشعبية بصورة جادة هي لا تحتمل المراوغة. واقع الأمر أن استفتاء الميادين في مصر معناه هو أن لا بد من إنهاء هذه الرئاسة. صيغة الاستجابة كما كنا نتحدث بالأمس الوحيدة هي الاستقالة وقبول انتخابات رئاسية مبكرة. نحن أمام 48 ساعة لو تم بها بصورة واضحة قيام الرئيس المنتخب بالتعبير عن الاستجابة الفورية لمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، أنا أعتقد سنحمي مصر من اقتتال أهلي ومن احتمالات عنف ومن الكثير من الأمور، وستحمي جماعة الإخوان نفسها من خطر إخراجها خارج المعادلة المجتمعية المصرية. لأن يا عماد الحقيقة متجاوزة السياسة، خليني أقول لك وأنا بعد ما خلصت امبارح رجعت أفكر في كل مشاهد اليوم، لا الحقيقة أن أنت أمام مجتمع بيحاصر جماعة بصورة المسألة متجاوزة السياسة، المسألة لعثل النخب السياسية لم تؤدي أداء جيدا، وأنا أعترف بهذا ولابد من الاعتراف به، لأن احنا نعود مرة أخرى إلى حالة سياسية النخب غائب عنها. النخب السياسية بالمعنى التقليدي أحزاب وجبهات وغيره، ولا أستثني نفسي، النخب السياسية لم تؤدي الأداء الجيد. المجتمع هو الذي بدأ الحصار، وبدأ الحصار ليه؟ لأنه يريد الهوية التعددية التي عشنا معها دائما، يريد التسامح، لا يريد أن يقال له كل يوم أنت جيد وأنت. ولو السياسيين كان قدروا يوصلوا للاتفاقات ما كانش بيان الجيش تحديدا. فإذا هو تعاطف مع مطلب شعبي صريح، الجوهر لتجنيب البلاد أخطار الفترة القادمة هو الاستجابة الفورية دون مراوغة. الاستجابة معناها انتخابات رئاسية مبكرة كإجراء ديمقراطي، وهذا سيحمي لجماعة الإخوان بصيغة ديمقراطية، لحزبها الحرية والعدالة بصيغة ديمقراطية المشاركة والمنافسة في الانتخابات وفيما عدا الانتخابات في إطار عملية سياسية سلمية. ما أخشى أن تتحكم العقلية التي أشرت إليها بالأمس، عقلية الاستعلاء، عقلية المكابرة، وحصاد الاستعلاء والمكابرة دائما هو المراوغة أحيانا أو الصدام، وفي الحالتين في حالة المراوغة وحالة الصدام عليهم أن يدركوا أنهم أمام مجتمع، دعك من النخب السياسية، دعك من الجبهات، دعك من يقولك وأنا لما بدافع عن الشرعية بدافع عن شرعيتي وبدافع عن صندوق الانتخابي وعن السلطة التي وصلت إليها باختيار الملايين من المصريين، هل تعتبر في ذلك استعلاء؟ أنا بتمسك بشرعيتي. لا، أنت تمارس في هذه الحالة، هم يمارسون الاستعلاء على المجتمع، لأن المجتمع خرج، المجتمع لم تحركه لا سياسة ولا غيره، خرج المجتمع لكي يقول هذا المسار الذي نحن به منذ مارس 2011 من تعديلات دستورية ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، هذا المسار الذي أنتج دستورا مشوها، هذا المسار الذي أنتج رئاسة أخفقت إخفاقات شديدة جدا، انتهى العرض، توقف هنا، لا شرعية شعبية بمعنى القبول الشعبي، هناك رفض شعبي، الملايين خرجوا ليقولوا أن هناك رفض. هل تقول الآن بعد هذا الرفض الشعبي الواضح أن شرعية الصندوق لابد من الاحتفاظ بها؟ عليك ويقول لك هناك ملايين معي. جيد، إذا نحتكم إلى الصندوق مرة أخرى كما أشرت بالأمس. نعم، أنا لا أهمش ولا أحيد وجود هؤلاء، هم معنا أيضا، وأنا لا أريد لا أقصيهم، بل على العكس أنا أريد تجنيب الجميع مخاطر الصدام بالاستجابة الفورية لطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، فلنحتكم إلى الصندوق. الإقصاء تعلمنا الإقصاء خطوة أولى نحو الصدام. طبعا، نحو الصدام والعنف ودوائر عنف وعنف مضاد. إذن نحتكم إلى الصندوق مرة أخرى مع تعديل القواعد التي لم نحسن صياغتها هنا بالصيغة الجمعية. بالصيغة الجمعية، والمسؤول في واقع الأمر هو جماعة الإخوان، تعديل القواعد الدستورية والقانونية. طب تسمحوا لي بعد الاستراحة الإعلانية نبدأ نطرح على الدكتور سعد الدين إبراهيم ونحاول نستأنس برأيه في الاحتمالات المقبلة، ماذا يمكن أن يصدر من جماعة الإخوان غدا، ماذا لو 1 2 3 4، نحاول نستعرض
الاحتمالات أو البروبابيليتيز ونرى إيه اللي ممكن جماعة الإخوان تفكر فيه وما هو الأفضل لمصر الآن. بعد الاستراحة يستمر النقاش على الهواء مباشرة.